اختتم اليوم الإعلان الرسمي عن انطلاق إنجاز مشروع منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية بهدف الحد من الخطر الإرهابي وظاهرة التهريب. جاء ذلك خلال ندوة صحفية جمعت كل من وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وسفير ألمانيا بتونس. فقط نشير إلى أننا يمكن أن نعود إلى المحور المسجل حالما يكون جاهزا وعذرا على الخطأ. تواصل المخاطر والتهديدات الإرهابية وانتشار ظاهرة التهريب بحكم الوضع الأمني في ليبيا وتداعياته على المنطقة المغاربية والمتوسطية، ومواصلة لعمل وزارة الدفاع الوطني في حماية الحدود الجنوبية الشرقية بتركيز وإحداث الساتر الترابي، تم الإعلان الرسمي عن انطلاق إنجاز مشروع منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية بين لورزط وبرج الخضراء. عمل الجانب الأمريكي في مرحلة أولى على مساعدتنا في إنجاز القسط الأول من هذا المشروع، والذي يمتد من رأس جدير إلى ذيبة، وقد تعهد الجانب الألماني في مرحلة ثانية بإنجاز القسط الثاني للمشروع والممتد من لرزد إلى برج الخضراء. واعتبارا لأهمية هذا المشروع، فنحن نبذل قصارى جهدنا لمتابعته بصفة يومية، ونعمل على تذليل كل الصعوبات ليكون جاهزا في الثلاثي الثاني لسنة 2018. مشروع للمراقبة الإلكترونية على الحدود التونسية الليبية يأتي في إطار التعاون بين تونس وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الفيدرالية، حيث قدرت تكاليف هذا المشروع ب 200 مليون دولار، والذي سيمكن تونس من تعزيز وتأمين حدودها الشرقية وتنمية اقتصادها. هدف هذا المشروع إلى تمكين تونس من مواصلة تعزيز قدرتها على رصد التهديدات المخدقة بحدودها والتصدي لها، ويسر الولايات المتحدة أن تقوم بما في وسعها لتحقيق ذلك. ولقد انطلقت أعمال بناء أجزاء المشروع التي تمولها الولايات المتحدة في شهر فبراير المنقضي، ولا يزال هذا العمل جاريا. تونس ستمثل شريكا مهما بالنسبة إلى ألمانيا الفيدرالية وعنصرا فاعلا في القارة الإفريقية، وألمانيا قدمت هذا التعاون وهذه المساعدات لسبب بسيط، لكوننا نريد أن تكون تونس على المستوى الاجتماعي مستقرة بوصفها جارة لأوروبا. وبخصوص تواجد عدد من العسكريين الأمريكيين في التراب التونسي، أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن وجودهم يتنزل في إطار التعاون في مجال التكوين والتدريب، وجدد الحرشاني نفيه لوجود قاعدة عسكرية أمريكية بالبلاد.